يلا يا ربي يا رفاك رضاك. نوى القلب نياه ما نواها لحد غيرك، نوى القلب يمشي لك على السمع والطاعة، على السمع والطاعة. مع الشك والغيرة وهجرك وتقصيرك، أحبك وأقول أمرك له الروح خضاعة، له الروح خضاعة. جمعنا طريق الحب وانوار بتنويرك، على صدفة القلوب الأحباب جماعة، الأحباب جماعة. ملكني هواك وقادني بأمر تدبيرك، أمانة معك روحي من البعد ملتاعة، من البعد ملتاعة. الحمد لله رب العالمين. عفوك ورضاك. عشرة ملايين امها وخضر الجمرة. الهرج ما يصنع الرعيه قامة، الشمس ما يحجب عليها بغربال، الرجل مهما زان رونق كلامه لبده يبره الأقاويل أفعال، واللي يغيب وتغتشيه الملامة ما له مع كساب النعم من زال. المحترم يفرض على الناس احترامه، ومن لا يحسب الناس ما هو برجال. الله يا حمان يحفظنا يطول عمارنا يسترنا في الدنيا وفي الآخرة، إنه على كل شيء قدير. أحسب إني مثل ما أغليك تغليني، أنا عدو وقماني. لا تكحل يا ريش العين وشوله، الله اللي يا حبيبي ينالي. ارحب. مرحبا والله وما سلا يا ابو بطي. هنا ثلاجة تقهوى وتنكفوا، عجب الثلاجة الزرقاء ذيك لان حقت شاهي، وتعالتك اليوم كيف وانا من طيب. ومرحبا وما شاء. يا مرحب يا مرحب فيك علومك. والله ابشرك. ايش حالك طال عمرك؟ مساك بخير ان شاء الله. ايش ذا الجو الزين انت تشوف هنا من الهنقر، من الهنقر لهنا يا انصرف. ايش حالك؟ مساك بخير. سلام صح النوم. لحظة يا اخوي، نحن نرقد ونقوم ما كان حرق قدرنا.
ما كان حين رقدنا و قلت الروتين كثرة الروتين المكرر مملة بس أرحبو بس كملت قف الباب معك زيني وين الكاميرا عشان الحر ما يجي يشرح يجي عني فدك اللي خدمونك إن شاء الله عيالك وأنا واحد من عيالك قف الباب زين ولا أرجع تعال أرجع قف الباب زين يا وين ما زان يا أخو أرجع صح النوم الرجال ذا تراه مسخن البارحة ورقد له نوم مسخن يوم عرفته بس دريت اني اعرف كيف تدري انه وياك يحبونك وينك لا تدري ليه ما تعال جعلني تعال هني 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 اباك ايش امكي هذا اباك جنبي هذا سعد عباد ما له مال هذا اول الفاء هذا هو الفاء العباد اوكي قبال الو ما مزبوط امه السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش بعثيني؟ ها خلاص يلا. ايه امورك زين روح. السلام عليكم. يا رجال انتوا كمان. شغله شغله. يصلي ارجع يصلي. ايه انت كيف الباب معك زين؟ خلاص يلا تعال ايوه يلا سلم مره ثانيه خير الله حلو مشهر لا تغير مكانك عشان زينت المايك ارجع مكانك يلا يلا ما يبغى حجو انا الرجال قال غير انا ازيكم ما فقدتوني والله اقول لك يا ولد ادور له خاش من فين تحت انا بطاطين اقول لك ما نخش يا ولد انت تخش انت ركض دور البطانية بطانيتك ادور فيها ما ادري ايه ادخل هذول اثنين انت وعبد الله العتيبي ولا رقدت ما اشوفكم زين ويا الله ما عبد الله يا اللي تشوفونه عبد الله تشوفه انت اشهد الله فاتتك افلام البارحة يا رجال والله تطبخني الحمى الله يسلمك سلامتك والله ما تشوف شر والله تطبخني اخوي ما انا ما عليك ذنوب لكن تخوي اسمع يا رجال المكيفات والحر والشمس خليني اركب لك اللحم انا وبطي الحين بس يلا نبغى النقاش يا رجال بحطنا دقيقة على طريق مية رد علي البارح في الدوار قلت تراك شو اسمه قال ابدان ما عليك المنقل قلت تراك بيحرق ثيب ايه فانت ما عليك خابر انا خبرة سنين ايه انا ماشي كم ماشي انا 37 37 الف ما هي بسيطة عارف ايوه كيف حالك؟ ايوه طول العمر تقول لي جات حركات حلوة ها؟ جات حركات حلوة انت كلك حركات الله يسلمك انتوا معنا في البرنامج احنا معك من الرياض من الرياض من وين؟ من وين انت؟ انا من حسانية من نجران ونعم مالك سوت انت معنا في البرنامج نعم من وين انت؟ انا من ثار طالع نعم مالك سوت برضه من نجران الله الله كلنا انت تلتقي في شعب واحد في الوادي انا ذاك اللي انت خاف اللي حول معك كم من زين كيف ارتحتوا لي في البرنامج؟ لا انا اكون معك انا الى الحين ما ارتحت بس ان شاء الله بنرتاح لك في قادم الايام. سلام عندك قهوه تيجي عندك ذاك. افتكرت. ترى كنت من النوع الصعب اللي يبي لك وقت عشان ارتاح. انت صعب في العلاقه، لازم اني افتح علاقه. شوف ابو هادي لازم اني اتعب معك. انت من الناس اللي لازم اجرب في الحياه. انت اصلا انت اسكت انت واقع على راسي البارحه وما ادري شنو تقول، ضيق. والله. دخلت عند مخي من الحلم تعال تعال تهدد احد من الحلم لا في ازعاج البارحة قال لك انا مهزوز قال وش ما انت مهزوز تعال ايش يا ولد السالفه مثل الحلم انا اسمعها مثل الحلم كذا اقول صل على النبي اقول صل لا لا اتوقع لا وش ناوي تقول انت اتوقع ما هي كذا احس انها سبك شوف انا يا طويل العمر السلامه جالسين جلسة سامجتين البارح ايوه ونقصد وعلم طيب مستشمعين الشباب خذنا شوي اللي هنا اثنين يلابسين كمامات مركبين في ذنيهم اربيس جايين وخذوا صورة سامجتين وكسروها عز الله جيناها عز الله العزيز ما لهم ذولا حرامية موظفين من الادارة يا رجال من الادارة انا يوم جيتهم عرفتهم
يوم قربت منهم ملابسين كمامات يوم قربت عرفتهم والله لو كوني ما عرفتهم نيتي علم ها هذا والله فكينا درينا انهم مشاكل ما ما لهم حاجه وانا شوي اللي دلي يسولف مع مع الكين شو اسمه مع صوته واحد مغيرون انتوا كلكم تبون تتصدرون المشهد مغيرون صوته والله جاي يسولف مغيرون صوته ما ندري من انتوا كلكم تبون تتصدرون المشهد المشهد اللي هو تجون قدام الكاميرا شباب العرب معصبين يحسبون احنا نمزح قلت يا ولد ايش يتصدر المشهد لي قام قام ايش قال ما ادري ايش انا قلت يا ولد لا تخطي اول شيء ذي يا شيخ قاري او عمي ولا تخطي علي ولا لك حق الشيء الثاني في اللي سوي ذي الحركه ما حركتها تطول وجهه سوي الحركه ما حركتها تطول وجهه تروح ترسل علي اثنين ما يعرفهم كسور اسمي واسم بي وصورتي هي زين عز الله حلف سالم بن جديع وقال والله احنا نسحب البرنامج حط المايك قال ما هذه باول مره كل ما حطيت الفقره لازم اخربها ادخل داخل دخلنا معه واللي ما يوقف مع اخويه ولا ياخذ خاطره ولا يحتس من اللي هو فيه ما في خير وهيك خير انت راقد طيب ليه ما حليت محيط الكسر عيا ادخل والله الام حمدي عادم والله هم جينا هناك فين قال ما بطل قلت لا والله العظيم انك بتطلع لا والله كنت اطلع ما كان وين واجي قلت كيف وين واجيك اثنين يوم الدويسه تحاول خاطر ايه عشان كذا ما فيك خير تسمع اخوي عندك وش يقولون اسمك يطول وجهك قلت اسمك يقصر كذا وقف كذا وقف كذا اسكت كذا لا تقاطع البارحه سوالف قوه طلع فواصل البارحه ايش في الغرفات كل شوي يطلع فاصل انا ما دريت انا اركز معكم ولا اطلع نفسي فاصل والله الله يجعل من يدك ابو هذا يجزاك الله وهذه لعلمك ما رجعنا من اربها انحلت انت بتعذبني على تيس افداك اشطرني ها؟ افداك اذا ما رديت عليك فلا تحرك من بيتكم لين ارد عليك وهذا ابغى بس تيس مطبوخ فيه لبن اوه احنا ما نسحب جنبك عاد تزلمن انا عندي طبخة ما عرفت اسمها حتى انا اطبخ وين الطبخ؟ في المطبخ الهاوس قول قول زين هزين وهذا قول اسمع قول هاوس 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 اسمع الطبخة ذي شيء كونتا كونفو لا ها كونتا بالدجاج الصيني كونتا يعني كانت بالدجاج الصيني والله إني ما لعب كونتا يعني بالعربي كونتا دجاج صيني الحين يعني بصير دجاج لكن تقول العلم بسيطة قدام هذا دجاج ما الربع والله عطونا طبخات نعرفها تكفون الله يرضى عليكم كونتا من عني يا أخوي هنا واحد اسمه الشيفري أركثر الرز واحد اسمه الشيفري ترجع لي ما ادري مسي عليها بخير الله نشوف احنا هذه حزه مسي مساء الخير الله يعطيها العافيه ان شاء الله شيخ ما ادري ايش دخلت عطنا عطينا ولك شيء هم ظاهر الاعداد يعطيهم طبخهم يشرحون الاعداد هو الذكر بالاعداد ولا منهم هم والله ما ادري اللي هي من اهلات صعبه الله يرضى عليك يا اخوك كنت ما ادري ايش كنت وش هي ايش يعني يا ابو وش هذا كنت المهم هذه شكلها كانت دجاجه كانت دجاجه ذيك رومي الخبر اللي شفت اللي شاف الرومي ذا متى تكونون والله اني ما ادري يوم اعطوني التوجيه قالوا اذهب الى هنا لا بيجيك توجيه ثاني قالوا هم قالوا نايف الخبر الحاله روح سولف معه والله هم قالوا نايف الخبر الحاله لا ما قالوا الخبر بس قال نايف ما قلت تكلم جلس تين قهوه ولا شيء اسولف اشبع في الجدران ما انا اسولف معه ويقولون الاربان من هي ذي الف نقطه عرفت خبرت فهمته أمتوها؟ إيه مثل ما هو بسيط. إيه. أوه يه. قل 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 تشتش ولا. يلا أنا أعلمكم أنتوا جايبين يعني. لا 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 والله لا. تقولون. قلها يا رجل. إحنا نبي نتعرف أوكي. وين تعرف عليه؟ نبي نتعرف على واحد من أخوي العمدة. أذرني منهم سجيت. نسيت والله سجيت اسمع اسمع هذا مستلمه طبعا مستلمني البارحه لا يا رجع عليك مستلمه يعني اليوم هو تعبان صدق قال وش ذا الحمى اللي عندك ما شاء الله اقتلتني شطفه شطفه حمى داخليه وش يفرق شطفت كل دخلت فيه الحين تعسني ماني بحار بس انا من داخل اطبخ من داخل عظامي متكسره بسم الله عليك وجهك ما تشوف شر اجى شارب من باعه ودك اكوي بارد اليوم البارحه ما احنا نلعب هنا ما ادري انت عندنا ولا يقول علمنا صعب هنا صعب هذا نعارك هذا نقعد هنا تحت المكيف يصفك ثم نطلع فعلي حر ثم نطلع هنا مكيف دريت ماني بطيء جسمك يقول انت ايش تبي ايه اي والله قال وينك يا سالم هدي قال ايش هذه والله اني البارحه فقره ناصر الغامدي
كذا احس في شيء غلط، احس اني في مسبح. الله عليك. أوه. سبحت ولا غرقت؟ لا بغيت اغرق واطلع. لا او غرق في الغرفه. اغرقت في المفطح لي شوي. يا الله ربك تعشي. اي غرقت فيه. اي والله ازهني حتى التعب. يا والله ما عليك ازهني يا ابن عم طعمك يعني. والله قبل يا ما انا فاروح ارقد عفسي انا عادي بروح قبل ما يدخل ريا عادي بجيب لك حمام اطبخ لك مرق برقي. مطول انت هنا شكلك. اوه ها الحمام. ايه متى بتجيبها؟ ان شاء الله عشان تثبت نفسك كل بعد اسبوع. ايه عرفت الحركه دي. ايه متى عندك فقره؟ ان شاء الله الاسبوع الجاي يعني تراني بقى عندي فعاليه الاسبوع الجاي. لكن والله ده ان ايش اسمه هو البرايم ده يعور شو. اي والله ثلاثه يا رجال الله يستر علينا وعليهم. فرصه جميله خلاص ضامن ديما قال يستر علينا وعليهم. انا بحاول لا غير سبق علينا. انا بحاول علينا وعليهم هذا ابكي بحاول اني ابكي عشان ما يقولون. اسمع قول يلا تدري لو تطلع ابو رحمه ما نباكي عليك. ها لو طلعت ما نباكي عليك. والله لا تبكي ولا يطري لك تلاحقين انا وياكم ان شاء الله. عشان يا فاهمني انت ليه؟ اي اقول لك لو طلعت ما لاني خابر. ايه ايه ما انت بعيد. لا بالله انا بعيد ارقبكم وبشاهد اللي يظهر من البرايم احرك استقبل عند الباب. ايه يلا ابو رجال يلا وقط معي في الشقه. نعم ايش اسوي اقعد احل ترقى كل سويته انت حرانه عشان ايجار الشقه. نعم صديق في نفر يطلع برايم هو سوي جديد. سوي انتظار بابا جواب صدق. اسلم. ايش تخطيطكم اول ما تطلعوا من البرنامج سواء كنت برايم استبعاد بالمركز بالنوم اللي هو خلاص انت خلصت من البرنامج انت حتى البرنامج خلصت انت مهمت في البرنامج يا انك طالع من عمود طالع بعد شهور بعد برايم اللي هو يا سلام. هل بتواصل مسيرتك في التصوير والسناب والتيك توك ولا بتنقطع ولا ايش بسيك؟ اول شيء ابغى اشوف ابو رحمه اكبر من سن واكبر من قدر. مطلع تكلم عني وعنك بعد سديد. روح قول عني وعنك لو تبغى نعطيك سناب قول عني ما تقول. انا اول ما اطلع من هنا يطلع عمر بحضر العيال كلهم اصولها هذا لانك كم المده تدري كم؟ 22 يوم احنا اليوم كيف علشان يعني الروتين حقك كذا تنساه يا اخي غثيتونا تصحى شوف جيه ترقد شوف جيه اكل شوف جيه صلاه وينهم يا اخي ما لنا غير فقره شوف جيه مسرح خلاص اطلع من هنا احضر لمده شهر بعد شهر عاد عيال وينكم عرفت احسن عشان يجي لهم اقبل تقبلهم تشتاق لهم شو هذا الكلام ده كل يوم غثيتونا حتى انا ابو هادي 23 يوم 25 يوم ترقد تقول كم يوم كم هيك طلعت ابو هادي 25 انت يوم ترين ساعدك ليه البرنامج كم نبي 25 كذا التاريخ فيها يا اخوي ويا علمك انبه ساعه عطى اي يمكن غلط هذا الحين هجري ولا ميلادي هذا هجري ظاهر والله جنات احنا ايش من حزه اصلا اليوم الثلاث صح الساعه كم يوم الثلاث الساعه 1 طيب ثلوث ارمى عندنا كوتش والله في ذمه اي والله يا فهد والله النشبه وقف وقف لا وقف ايش امدح والله ايش النشبه عاد يا كوتش النشبه انا بنشب استطارق لا لا خلاص لا غير وضح كلامه وضح كلامه رتب لك جدول معين روتين على الرجال ذا مع ثلاثة رجاجيل وهناك الداخل بعلمكم بهم بس تعال ابش ابشر بعلمكم بهم اما انا الفقرتين اللي راحت حقت يا حما تعالي عودي يا حما استغفر الله استغفر الله العظيم يا ولد احب يا ولد دا هنا كوره هنا كوره هنا كوره ما كنتش المرتين اللي راحت مره رحت اشيل دروسي ومره علي حما اليوم ان شاء الله اني بخير ان شاء الله ما حضرت انت ذيك شيء ابدا والله انا زين تسج بس شوي الحر رجعنا والله العظيم انت تدري انا اول يوم ما تقبلت ثاني مره اول يوم يعني في ثاني مره ارتحت يا ولد ارتحت يا ولد حسيت يا اخوي اني ارقد وانا بخير وتحس بالعافيه الرجع هذا ما 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 يلحق هالارض يقول ارتحت احس اني رقدت ما هي بحجامه تمرين والله العظيم انا كنت كلام غير صحيح نايف كلام غير صحيح ايش كلام غير رياضه يعني ما هي بزينه لا بس ما مرتين من ثاني تمرين زان نومك يا نايف والله العظيم واللي خلقك يا نفسيتي انا اعرف نومك لا تخليني اهرج
جلس قاعد تحت في النوم يا اخوي. انت اصلا ما احتاج، انت من يوم تقوم وانت تتمرن الله يجزاك خير. قد انا 25 وانا متمرن، يوم رحت انت يوم اجيت لا متمرن على طول يا ما شليت يا ما حطيت. لا متمرن جاهز كل يوم تدريب عندك جديد. فكري بس اما احنا يا ابو رحمه يلا نشيل القاروره يلا نشيل ها نظام تماسيح نازح طال عمرك اذا لا من الهاوس للنشامه يلا يلا على الله. تقول كسروا اللوحه تو يركز كذا قدامكم. لا الحمد لله صح الحمد لله على كبدك وروح كسروا له. هم جونا اثنين كسروا له جو اثنين يمشون وحطونا مطب على يسارهم. طيب كروا له ما العادري وش عندهم. هم راحوا يمشون يحسبون بينظفون لين راحوا. احنا كنا جالسين هنا واللوحه ورا صوب الجدر ما حد بحولها ها يوم القطعه واحده منهم طق وقلبها ايه ظاهر ما طاحت له لازم ابي ادب يطق شويه لا سامي جاي معه شويه العيال معه ولا تلهم نياده تلتل يلا فك شويه العيال معه نايف الشلهم يلقطونهم انا اعود اللوحه بيدي ما انكسرت ها انكسرت ولا ما انكسرت انعبطت بس وانقطع منها تحت اسم سالم. لا والله انا و هذا الوضع لا ما يسكت شوي عليك. ايه يجيك سالم هنا والله ما عاد اقعد. المهم قال الكلام شيء السلام عليكم. هذا من ذا؟ بدا من هو؟ سبيكر. ايه يعني اللي مغير صوته عاد العيال ما ادري راح يصاب السماعه يرجونها ما ادري ايش دخلها عشان الصوت في السماعه راح يرجون السماعه. قال ايه قال نايف ايش معك؟ قال ايه انت بتصدر المشهد. قال نايف ايش معك عشان نار. قال ايه انت بتصدر. وبدا في حركه امس اسمعه يقولها يا شباب غيروا صوته يعني اتوقع انه يركب عليك صوت. انا صوت طفل او صوت عرفت اللي كيف اقول لك؟ ايش من جد؟ مؤثرات صوتيه. اي والله ما تسمع يقول غير صوت ناي وانت تدري جاء شنار يتكلم قال غير صوت شنار. ما سمعتوه؟ لا ما سمعت ما لي في حال هذا الكلام بس. المهم شوي انشد سالم جديد راح يوم قد سالم معلفه لا يهرج. قلت والله كائنا من كان والله لو انك اطلق واحده من القناه الحركه اللي سويتها عيب الطريقه اللي سويتها عيب. يا تقدر تاخذ اللوحه بادب يا ولد لوحتي يا صورتي لو سمحت الاداره يقولون جيب الصوره اما تاخذها تكسرها. انت اللي سويت الحركه ذي يا راعي الصوت اللي امس لو لك صوره معلقه جاء واحد يكسرها ما رضيتها. ما بالك صوره وعليها اسم الرجال واسم ابوه حركه ما لها داعي. هذا دخلوا امس وجاء هروج وجاء كلام وانت راقد انت تعبان انت تسمع بس زي الحل. والله انا من الحلم اسمعكم مدري ايش قال. انا طالبك ارجع البث قال انا ما ادري شو يقول انسحب انا مدري اروح انا والله ما عاد ايش العلم. انت ما قمت لان هذه سواليف حلم سواليف احلام عصر. قلت له شو نطلع فاصل انا في الحلم لان اسمع اشياء غريبه. فاصل يدخل بعضه فاصل ايه ايوه سلام قال سالم. المهم دخل الربع داخل ونادوا سالم بغينا ندخل مع الاداره قالوا ممنوع. المهم طالت السالفه وجا فيها كلام وجا فيها علوم والله ما ادري عاد ايش سوى معهم سالم لكن الاكيد انه ضايق البارح كلنا والله ضقنا البارح اوله خصمه و... هي تاليه كسر انت تلاحظ لا جاء يوم فيه مشكله ايه تجي كلها سوى يا ولد تجي في يوم واحد بس مو هي الربع اذا ما عليكم الله ولا جاء شيء اناسه وذي جات كلها في يوم واحد. اليوم بيجيكم رجال منتفخ خيط والعمار لابس له كمام منتفخ كيف منتفخ منتفخ كربوني هو قصدك معضل ايه معضل جعلني ايه لابس له كمام لابس لا ما انت اقصد عندك بلا والله خالها مطامر حسن واسمعني المعضل اللي حق الكوتش قصدك الكوتش وغيره بيجي واحد الناخر اما الاخر خله يا اخي ترى كل العالم يدرون بوكازن بيجي كل العالم يا اخوي اذا يقول منتفخ يعني ايه ايش اسمه يعني قصدي دوب بديتك معضل معضل يعني معضل ايوه هذا كله دب ما دب مسكين هذا انت شفت بيجيكم
من حيث لا تحتسبون. ما ذي الحين تحروا على ما قال الرجال ذاك. الحين ما ندري من حنا في يده، ابو سلطان ولا ابو كاتب. والله اني بيواجهك. انا بحاول ارجع اتعب. انا اكثر ما حزت الوضع ما هو لي، انا تعبان. انا والله تعبان والله. احاول ما اوعي. كم قال لك من مرقه الوبر؟ ما الحمد لله انا دجاج. انا انسان ماني متوحش. الكلام اللي يقوله غير صحيح. انت شو وضعك؟ ها؟ شو وضعك؟ انا الظاهر انا عندي موعد. والله ما انت برايح يا ابن عمي. انا بقول الشيبان. ها كم؟ الحين 1:30 الظاهر. كم قدك؟ لا على طاري الشيبان يا رزقي، ليه الشيبان ما يقول الساعة 2؟ الساعة 2. ها؟ ليه يقول الساعة 2؟ شباب يقول من الساعة 2؟ يقولون الساعة 2. الشيبان ما يقول 2، الساعة 2. ما مسوى. حد يقول 2، حد يقول 2. الله يرحمه. أنا واحد من الربع قالوا كم الساعة؟ قال 10:10، قال قول 20 وخلاص. 10:10؟ اسمه ما أدري. على الجنة. أمحق ما يجي الشيبان إلا قال الساعة، متى رحلة؟ قال الساعة 17، قال 18. الساعة ذي وش؟ الحين نظام ال 24 ساعة، الساعة 3 العصر 15 6، توقع 18 ست ست 18 صح. هذا نظام 24 ساعة. هذه اللي انتهى السفريات. يو اشتقت السفريات. أول ما تطلع من هنا بسافر تدري وين؟ وين؟ بيش. وهذه مشوار غريب بعيد. هاي اسمعوا عندي لكم فكره. اسمع ولا اقطع وارتك، نطلع مني طول العمر نزلوني على المهرج ونروح وراك. والله ازهل. لا والله نزل بنروح لك، بنروح معك. مرحبا بك. لا لا توني الظاهرين ما بي الا فرق. صدق هذا بنحط عند اقرب بين شري. باكل عيش مبارك. سندويش مبارك. سندويش مبارك. ايش ليش تنبارك ذي؟ ايش السموم يا ولد؟ سموم يا ولد. تعال هنا جه عندنا في دار. تعال يصفقني هنا سموم. هنا في ذا الجهه. نوم كبار الهنقر. شو ذاك الجحر؟ شوف شيء ما فيه. يوه يوه. لا ذاك الفتحه. ايه لمبات. لمبه يعود. اكيد. ايه. لمبه. من جدار. يا رجال. ايه والله لمبه. حق كانت لي اجدار. هذا طال عمرك واحد قالها مبارك. كان طفشان ومر على البوفية خلط له 18 نوع مع بعض وسماها مبارك صارت منتشرة. عطني مبارك عطني مبارك. وعوض ها؟ وعوض ما عوض عندكم؟ عندنا عوض. عوض عندكم؟ عوض وش انت عوض؟ وانت عندكم منشر؟ هم دارين والله وش عندنا كل شيء. نعمة عندنا نعمة. حدا وانا قهوية هذا ياباني اصف قهوه في فنجان غايبين شيطانه. انا وراي من يسوقني بعد شوي. اللي معك؟ كان معي محمد مساعد يقول انا بسولف على المقدم وانت بل هي اي هي تبي طلع وجه شنار والزهراني بس الظاهر الزهراني تعبان. يبي له مسخن. سمعت انت؟ المهم الله يسعد العيال صرنا عيال جمدرهم. شفت انت؟ مرهم اخوي انا الدواس. لا يا اخي اضحك على لهجة ناصر ضعف هو اليوم. يقول على برايت لهجته بديت هناك اشتقنا هناك. لا 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 ما رحت معناك. لا هذه ما لها اي دخل في الا يقولون وديناك وديناك دي كلها كلها نقولها. لا يقولوا فديت هذا احنا ان شاء الله وديناك ان شاء الله يوم السبت وديناك للباب. طيب يقول فديت هناك. فديت هناك بالعكس انا اشوفها شيء مميز وشيء جميل عندهم. والله العظيم ميزتهم لها. انا احب هناك. وانتم بعد عندكم بعض المفردات غريب. ايش اسمها اللي انا منتظرك عندكم؟ لا ارقبك. لا خل ارقبك. لا في كلمه انت قلتوها. في رواك. في رواق؟ في رواك. انا في رواك عجل علي. رواك؟ في رواك. يعني انا في انت انا في انتظارك. انا في انتظارك. ايه. وش لا في غير انت قلت هذاك اليوم احنا جالسين نسولف في الغرفه. انت انتظرني؟ لا اصبر علي. لا لا حول ما هو انتظرني. ما
وقف ساتر والله كني منقلب. اي والله يلا حيهم. الو اقلط يا ولد حد يجي مع الظهر سلامات يا ولد. كم التاريخ قلت؟ مرحبا يا رجال شحالك ابو نسر؟ ما زين شكلي انا جالس اكل يا رجال زين مكيف خل شكلك اقسم بالله تحس بشعور بلا بشكلك في جلسه الظهر والعصر حلوه بس حلوه لا بالعكس